قبل قليل فقد سجلت قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها وبلغ 704 ملايين دولار خلال يوليو الماضي بحسب ما أعلنه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة. ربيع أوضح أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال الشهر الماضي سجلت أرقاما قياسية جديدة محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة بلغ 2103 سفينة وأعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة عند 125 مليون و100 ألف طن. وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بك. طبعا بداية مبروك الأرقام القياسية لإيرادات القناة الأخيرة. بداية، ما هي الأسباب الأساسية في استمرار ارتفاع الإيرادات؟ هو طبعا الأساس اللي هو زيادة عدد السفن، نتيجة ان عايزين نقول ان يعني لو نبص كده عن نقلات البترول زادت بنسبة 60%، الغاز الطبيعي السخن زاد بنسبه 31%، ده يدلنا لايه؟ ان كل ده رايح لاوروبا تعويضا للغاز والبترول اللي كان بيجي من روسيا واوكرانيا، فزادت عدد السفن دي وزادت التحملات بتاعتها وبالتالي زاد الاراضي. ده السبب الاساسي. لو على ايه؟ طبعا قناه السويس عايزين نقول ان هي بقت هي يعني عند كل الوكلاء والعملاء والتوكيلات الملاحيه والخطوط الملاحيه هي الاساس في العبور فيها يعني عن اي طرق اخرى. طيب، كنتم قد توقعتم من قبل ارتفاع الأرباح السنوية في 2022 إلى 7 مليارات دولار، ولكن يبدو أن الوتيرة السريعة في زيادة الإيرادات بالنسبة للأرقام التي نسمعها، ما هي الأرقام الجديدة التي تتوقعونها حاليا لإيرادات 2022؟ احنا حققنا الحمد لله في السنة المالية السابقة اللي انتهت في 30/6 أعلى إيراد برضو اللي هو 7 مليار، واحنا شايفين برضو ان شهر يوليو ده من اعلى الايرادات اللي في الشهور السابقه، فاحنا ان شاء الله برضو بنطمح ان احنا خلال السنه دي يعني ان احنا نحقق 7.5 مليار دولار ل 8 مليار دولار. حبان لسه مع اخر السنه بان النسب بتاعتها عامله ازاي، لكن هي واضح ان الحمد لله ماشيين احنا في كل شهر من اول يناير اللي فات، واحنا كل شهر بيزيد عن الشهر اللي قبله، وبالتالي احنا ماشيين في هذا النهج ان شاء الله يعني نتم على كده، فيبقى نحقق برضو في اخر السنه أكثر من 7 مليار دولار. طب ماذا عن الأول 9 أشهر من هذا العام؟ ما هي توقعاتكم؟ لقد إيه ممكن توصل؟ إحنا أوريدي زي ما قلت لحضرتك إن إحنا يعني لغاية 30/6 كنا حاقين 7 مليار. اللي هي السنة المالية. نعم. السنة المالية ما فاتش منها غير شهر واحد بس اللي إحنا اللي هو ده اللي إحنا حققنا فيه أعلى إيراد. فإحنا متوقعين برضه إن الشهر الجاي برضه يكون اعلى ايراد، وبالتالي ممكن نوصل بقول لحضرتك خلال السنه مع نهايه العام المالي. تمام كده يا فندم. طيب نتحدث الان عن جديد ملف طرح الشركات التابعه للهيئه في بورصه مصر، اين اصبح واين وصل؟ والله احنا لسه الدراسه فيه بتتم تقني مع وزاره الماليه ومع جهاز الاستثمار ان احنا فعلا نطرح بعض من الشركات من هيئة قناة السويس في البورصة. لغاية دلوقتي لسه في دراسات وفي مشاورات واجتماعات كتير جدا علشان نوصل لأنسب حاجة بالنسبة لدخول هذه الشركات في البورصة. لسه ما وصلناش النتائج محققة عشان نقول كام شركة وكده يعني، ولا حتى النسب المتوقع طرحها أو حتى المواعيد. والله احنا النسب احنا محددينها من 10 ل 15% في الشركات اللي هي اللي حققت أرباح. المواعيد ان شاء الله يعني برضه هيبقى في انفراج على اخر السنه كده يعني قبل اخر السنه ان شاء الله ممكن نكون بدانا في الموضوع ده ان شاء الله. طيب نرجع للارقام القياسيه التي تم تحقيقها، اعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناه 2103 سفن، هل تتوقعون ان تستمر القناه في تسجيل ارقام اعلى وارقام قياسيه في عدد العبور او عدد السفن العابره؟ والله نتوقع ان احنا شايفين وتيره زياده عدد السفن والطلب على معدات البترول وعلى الغاز الطبيعي بيزيد، وده واضح من شركات الشحن والنقل والحاجات دي ان بتتعاقد على تاجير سفن زياده فيوضح ده كده. انا عايز اقول ده برضو يدل ان احنا عندنا في اليوم يعني اعلى ايراد يومي في تاريخ القناه كلها، كان يوم 29 يوليو ده يعني غير الشهر ده اعلى يوم، كان عبور 85 سفينه في يوم واحد وكانت عامله حموله 5.6 مليون طن، ده ما حصلتش قبل كده في تاريخ القناه، فده بيدل برضو ان احنا ماشيين في زياده
نتمنى ان شاء الله انها تزيد، لكن ما نتمناش ان الحرب تستمر يعني. يعني بالرغم كده، لا ما نتمناش ان ايه، ان في حروب بين الدول يعني، لكن نتمنى طبعا ان النقلات البترول تزيد والغاز الطبيعي يزيد بعد كده والاراضي يزيد بالتالي. طيب وأين أصبحت أعمال توسعة القناة؟ والله احنا ماشيين طبقا للمخطط، احنا منفذين دلوقتي حوالي 35% من المشروع، والمشروع المفروض يخلص المفروض في اخر يونيو سنه 23 زي ما كان صدق عليه سياده الرئيس. سنتين بدانا السنه اللي فاتت في يونيو، وان شاء الله نخلصه في الميعاد ده. نسبه 35% تقول يمكن تعدى سنه وشويه، لكن انتوا لسه ما خلصتوش 35%. ايوه، لان كان في اعمال مدنيه بتتعمل زي حوض ترصيد، تجهيزها، تكسير شبعات الرباط، الحاجات دي كانت بتاخد وقت، هي اللي خدت. لكن احنا دلوقتي بنجري في عمليات التكريك والتعميق، ان شاء الله على شهر يونيو اللي جاي ان شاء الله نكون مخلصين، او يمكن قبليه شويه كمان. نتمنى لكم التوفيق. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.